اهلا بكم جديد مشاهدينا، واستقبل مع حضراتكم الصاعدين الواعدين، اطفالنا اللي بلاش اطفالنا، نجومنا اللي هيشرفونا في بطوله روسيا الدوليه. هبتدي بمحمد احمد. مساء الخير يا محمد. مساء النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت اخو شهاب صح؟ اه تمام. كابتن شهاب الدين ده لعيب كويس قوي. جاب جون كويس قوي فاكره في الاتحاد الليبي. الاتحاد الليبي. حاجه من الحاجات. كان عندك كام سنه ساعتها؟ كان عندي 4 سنين. 4 سنين؟ وفرحت بقى مع الجون ولا؟ كنت نايم ساعتها في الاستاد. وايضا ياسين احمد العزبي. مساء الخير ياسين. مساء النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. تشجع ريال ولا برشلونه؟ لا برشلونه طبعا. اشمعنى برشلونه؟ عشان ميسي وانيستا. ميسي وانيستا الاثنين؟ الاثنين مش واحد بس؟ طب اشمعنى ميسي واشمعنى انيستا؟ عشان ميسي هو اللي بيحل كل حاجه. كل حاجه؟ وانيستا الرسام. يعني مين بتحبه اكتر، ميسي ولا انيستا؟ كحب ميسي، كلاعب انيستا. كلاعب انيستا. انتوا الاثنين بقى في مواليد 2006 في الفريق النادي الاهلي. هبتدي بقى معاكم كده واحده واحده. محمد طبعا انت اخوك نجم من نجوم النادي الاهلي ولاعيب من اللعيبه المميزين، اعتقد هو دلوقتي فريق الاسيوطي من الفرق حتى المميزه. هل شهاب كان له تاثير معاك ان انت تبقى لعيب كوره؟ طبعا شهاب يعني كان بيعلمني ازاي استلم الكوره، ازاي اروح في الوقت المناسب عند الجول، كان بيعرفني حاجات يعني وكده، وليه فضل كبير عليا يعني اللي انا كنا العب في نادي الاهلي يعني وكده. كنت بتخطف منه الكوره ولا بيقعد بقى لا يعني كان هو دايما بيغلبني وكده فعادي يعني. بس انت بسيلك يوم هتكبر وهتكسبه يعني. مش هيفضل يكسب على طول؟ ايوه. وكل شويه طبعا بقى يقعد يقول لك بص الجون انا جبته في الاتحاد الليبي والجو ده صح؟ شوف احنا عارفين يعني هو في الحاجات ديت جميل. ياسين انت ايه اللي حببك في الكوره؟ انا وانا صغير كنت بلعب كوره على طول. مع اصحابك يعني في المدرسه ولا؟ على طول بلعب مع اصحابي في المدرسه، بس النادي الاهلي بيمنعنا. فما بلعبش يعني. انت بقالك قد ايه في النادي الاهلي؟ بقالي السنه الجايه هبقى التاسعه. السنه الجايه تبقى التاسعه؟ الموسم الجديد هبقى التاسعه. 9 سنين؟ كتير قوي. انت رحت النادي الاهلي وانت عندك كام سنه؟ 3 سنين. 3 سنين؟ يعني كنت لسه بتتكلم يعني؟ ما كنتش لسه بتكلم. انت كام سنه السنه؟ انا في شهر 2 تميت ال 12. 12 سنه يعني. وانت يا محمد نفس القصه؟ برضه 12 سنه. طيب انا هتكلم معاكم بقى دلوقتي، هنعمل استوديو تحليل مصغر. ايه رايك في النادي الاهلي دلوقتي؟ نادي عظيم طبعا، و يعني اشكر ربنا ان انا بلعب في نادي الاهلي وكده، ده بالاجتهاد يعني وكده. لا انا عايز اسالك على الفرقه، الفرقه خدت الدوري رقم 40، كنت مبسوط السنه دي الاهلي كسب الدوري؟ طبعا. ايه اكتر ماتش بقى اتبسطت فيه؟ اكتر ماتش اتبسطت فيه لما كان الاهلي بيلعب مش فاكر والله. في بقى الزمالك وفي الاسماعيلي وفي المصري وفي المقصه وفي سموحه، في الاسيوطي اللي فيه شهاب. يعني هو ساعه الماتش ده كنت لا مش ماتش يعني. الكاس كان في الدوري. في الدوري يعني كنت بشجع على الهجمه الحلوه يعني وكده. بس لما كنت الاكتر الاهلي طبعا. الاهلي الاكتر. وانت بقى ياسين ايه اكتر ماتش كنت مبسوط بيه؟ الاهلي والزمالك اللي هو 3-0. 3-0؟ اشمعنى؟ عشان ازاره؟ لا عشان الاهلي يعني جاب جون من اول دقيقتين والاهلي سيطر على الماتش. الاهلي سيطر على الماتش بتاع مؤمن زكريا بتاع وليد سليمان لما قطع واداها لمؤمن ومؤمن حطها. شوف انا اتعمدت ان انا اقول لك ايه اللي انت حافظ. طب ومين اكتر جون عجبك، بتاع ازارو ولا بتاع مؤمن؟ لا هو ازارو وقع يعني. لا مؤمن. هو زارو ما وقعش، زارو حط الكوره جوه. الشناوي هو اللي وقع. ماله بقى، هو رايح راجل منفرد ده يعني هيقول له لا؟ يعني انت لو منفرد كده الجون وقع هتقول له ايه؟ هحطها عادي. هتحطها عادي؟ انت بتلعب مركزك ايه بقى في الفريق؟ بلاي ميكر. بلاي ميكر. تحب بقى تعمل باس كتير وكده؟ ما عشان كده قلت لك بحب انيستا في الاول. عشان كده ده انيستا ده مثلك الاعلى. انت مين بقى محمد اكتر لعيب بتحبه؟ كابتن عماد متعب وكابتن احمد فتحي طبعا واخويا شهاب. اخوك شهاب ما قلت لسه كده كده عارفين. يعني احنا كده كده عارفين ان شهاب. شهاب بقى كان بيقول لك ايه طيب وانت في بدايتك مع النادي الاهلي؟ شهاب كان بيحمسني ان انا يعني كان بيقول لي النهارده كانت لازم تعمل الكره دي كده، لما اروح البيت لازم تعمل دي كده، مش عايزين نخطف يعني، مش عايزين نقع في الخطا ده تاني.
كان بيعلمني ازاي، وطبعا بابايا كان بيقول لي نفس الكلام وكان بيعرفوني ازاي وكده. ودي حاجه يعني من الحاجات الجميله ان يكون عندك حد يعني حتى بيديلك دروس في البيت، يعني دروس كوره طبعا في بابايا كان بيمرن، كان مدرب يعني وكده، واخويا يعني كان بيعرفني ازاي اعمل كده كده، اروح عند الجول امتى، ابص فين لفوشي طب انت مين اكتر مهاجم في الاهلي دلوقتي بتحبه؟ اكتر مهاجم دلوقتي وليد ازهر. وليد ازهر ومروان محسن. طب ليه وليد وليه مروان؟ هو كل واحد ليه طريقه لعب مميزه. يعني مروان محسن محطه، ازهر برده محطه ويروح على الجول على طول. بس مروان محسن بحبه عشان بيعرف يتعامل مع الكوره صح، امتى يركب الكوره امتى ما يركبش الكوره كده، يلعب بالهيد وهو قاعد. كل ده مروان محسن. انت عارف يا محمد ان في ناس بتشتغل في الاعلام وتقول على نفسها محليه، ما تعرفش تقول الكلام اللي انت قلته ده؟ عارف كده يعني انت فصلت لنا كده الفرق ما بين مروان محسن وايه مميزاته احسن ما في ناس بتقول على نفسها بتفهم في الكوره، يعني انت اتكلمت احسن منه. شكرا لك. طيب ادي الجون بقى اللي انت بتحبه يا ياسين، يعني وليد سليمان ضغط وخطف الكوره وراح عاملها بالعرض. اتبسطت بقى بسرعه كده يعني الاهلي بقى في الاول؟ طبعا انا كنت عارف لا في واحد صاحبي زمان. نعم. بتتفرج على الماتش فين؟ في البيت. في البيت؟ وعملت ايه بقى لما جه الجول؟ فرحت قوي. فرحت وقعدت اتنطط. طب انا برضو عايز بقى ايه، زي ما محمد قال لنا كده شرح لنا مروان وكل طباعه، ايه رايك بقى في الجون ده كده؟ لما حد بيضغط بيغلط اللي قدام. نعم. ووليد سليمان ضغط فعشان كده غلط طارق حامد. طب وايه رايك في وقفه مؤمن؟ مؤمن هو مؤمن كان عارف ان الكره هتجيله هنا عشان حافظ وليد سليمان، فعشان كده وقف هنا. طب وهل هو الطبيعي ان هو يقف كده، ولا يعني عشان عارف ان عايز يجيب جون فلازم يقف هنا رغم ان هو مش فرود يعني؟ ايوه بس عشان يعني وليد سليمان جه كده فهو لازم عشان هو وليد سليمان على الخط مش هيقدر يشوط، لازم يلعبها بالعرض. فعشان كده راح في الحته دي. طب وفي الاجوان بقيه الاجوان ايه بقى اللي عجبك؟ هو انا مش فاكر الجون الثالث. ما احنا هنجيب كل الاجوان. الجون الثالث بقى بتاع وليد سليمان عملها لازارو، ده الجون الثاني كان عبد الله سعيد ضربه جزاء. الجون الثالث بقى وليد وازارو. برضه هنجيبه لك واسمع منك بقى ايه رايك فيه. طبعا هو ده. افتكرته. شفت بقى هو اتحرك ازاي؟ انا عايزك بقى كده توصف لي كده، اسرح كده. بس هو وليد ازارو ما عملش حاجه، هو وليد سليمان هو اللي عدى ورفع عينه وحطها له وشناوي وقع طب والسبرنت ده يعني انت حرمه منه؟ يعني الراجل سبق الناس كلها وما حدش لحقه، ده عادي يعني؟ هي هنا لما فيرود لازم اول ما ياخد الكره لازم يخش جوه على الجول. هو عمل الحته دي صح، اللي هو يخلي المدافع في ظهره ويكون هو جول وشه. بص كل واحد لو... هنا فيكم اتكلم في حتته، يعني ده اتكلم في وليد عملها ازاي عشان هو بلاي ميكر، وانت كلمتني هو خطها ازاي عشان انت فرد، وهنا بقى ده محتاج ده. يعني بلاي ميكر محتاج ايه؟ الفرود محتاج بلاي ميكر. ولو واحد منهم نقص ما يعرفوش يلعبوا الجون يبقى. طب انت ما خدتش بالك ان الجون ده جه في ثلاث لمسات؟ لاحظت. بتشوف برشلونه وهي بتلعب برضه لمسات سريعه كده؟ طبعا. بتحاول تقلدها في التمرين؟ انا وهو على طول مع بعض يعني. تعملوا مع بعض جوان؟ انتوا جبتوا كام؟ جبتوا كام جون السنه دي؟ انا جايب السنه دي 9 وانا 9 برضه. انت 9 وهو 9؟ طب وانت عملت له كام جون؟ عمل لي 3 2 ولا 3؟ بتاع الانتاج. بتاع الانتاج كمان؟ الانتاج والاسماعيلي، هو عمل لي الاسماعيلي. يعني انتوا بتعملوا مع بعض يعني دويتو كده؟ فاهمين بعض قوي. طب انتوا عارفين البطوله اللي انتوا طالعينها دي هتقابلوا فيها ايه؟ طبعا في كاس العالم هنقابل ميسي ونيمار ومحمد صلاح، ده يكفيني اصلا. انت عندك محمد صلاح دلوقتي بقى بقيمه دول. طبعا عندي محمد صلاح وبكاس العالم كله. كاس العالم كله يعني محمد صلاح بيمثل لي اللي هو لازم ياخد احسن لعيب في العالم. لو كسب الشامبيونز ليج هياخدها. انت شايف كده؟ وانت شايف ايه؟ طبعا. يعني طب انت شايف ان يعني ريال مدريد اقوى ولا ليفربول؟ لا ريال مدريد.
هو ليفربول بتلعب على صلاح، الدفاع بتاعه وحش. طب ما ريال مدريد بتلعب على كريستيانو. ماشي، بس عندها راموس سدد الدفاع، هو ومارسيلو وكارباخال وفاران. طب ما صلاح كل ماتش بيقطع مارسيلو، صح ولا مش صح؟ صح. طيب اهو اشمعنى بقى انت جيت هنا بقى ورحت؟ بس الدفاع بتاعها جامدين. طب انت تشجع مين؟ لا طبعا ليفربول. عشان صلاح؟ اه. ولا عشان انت بتحب ريال مدريد؟ لا الاثنين، بس انا يعني مش ما بحبش ريال مدريد انا يعني، بس بحب برشلونه اكتر، ما بحبهاش يعني ليه ايه، بس لا عشان صلاح طبعا بشجع ليفربول. طب وانت يا محمد؟ انا في الماتش ده طبعا محمد صلاح يعني. محمد صلاح. ما انه بحب ريال مدريد. اه بحب ريال مدريد، او يعني لو ايه اللي حصل اشجع ريال مدريد، بس ده من بلدي وكبر مصر وكده. انت حاسس ان محمد صلاح عامل لنا حاله يا محمد؟ يعني كلنا بقينا نتفرج على ماتشات ليفربول وكلنا يعني في روما ما كانش بيأدي الماتشات بالروح دي زي ما بيلعب في ليفربول. طب ما يمكن عشان ليفربول اقوى شويه. اه ما يعني حضرتك انا كنت لسه هو روبرتو فيرمينو وماني مساعدينه قوي على اللي هو يروح وممكن بيبدل ساعات مع فيرمينيو يلعب هو فيرود وفيرمينيو يطلع الطرف، دي مساعده صلاح في الاجوال وكده اللي هو يكون هداف. انتوا بتبدلوا مع بعض المراكز؟ لا ساعات يعني، ساعات يعني لو هو مثلا في كورنر وراح على العرض هو يروح مكاني يروح على العرض الثاني يعني كده. عمر معوض بيلعب الكورنر، معوض من عند الكورنر كده انا اروح له عشان افضل. عمر معوض بيلعب كورنر ولا لا؟ لا من ناحيه اليمين عمر معوض، من ناحيه الشمال لهشام، عمر زكريا وهشام. ساعات وساعات على حسب الكابتن. طيب كمل. مع عمر معوض بيبقى من على الكورنر انا اروح له عشان ياسين يلف من ورايا يروح على الايه هو البعيده. وعمر زكريا لو في الكورنر ده مش هو اللي هيلعب مع هشام، بيبقى مثلا المدافع هو اللي بيقدم معاه اللي هو رضا. هو اللي هو رضا طبعا. احمد رضا ده بيقرفني في التمرين. ليه بس؟ ده لا ده مدافع يستحق لقب الجزار. بس هو الجزار هو شاب معاه شاب معاه 8 سنين معايا. صاحبي قوي. صاحبك قوي؟ اه. بيضربك كتير في الملعب ولا؟ احمد رضا ده متعودين على كده. احمد رضا ده يعني مدافع شفته احسن مدافع في الدوري اللي احنا كنا بنلعبه المهرجان، كان يخش ويلتحم ويطلع. هو ومعوض. انا عايز اسال ياسين على حاجه، انت فاكر ماتش ليفربول وويست بروميتش لما كان صلاح بيلعب حجازي؟ اه. وحجازي قاعد خبطه. نفس القصه كده؟ اه بس برضه عادي بيقومني. هو بيعمل شغل وانت بتعمل شغل. اه. يعني الموضوع عادي مش زي ما الناس كده قعدت تهاجم حجازي يعني. اه بس لما بنلعب ماتشات وكده. لا حجازي طلع ما كانش قصده اللي هو يخبطه ولا يعمل اي حاجه. حجازي طالع اللي هو على الكوره. محمد صلاح هو غلطه اللي هو ايه؟ ما نطش فضل واقف. طب انتوا عاملين ايه في الدوري السنه دي؟ هتكلم ابتدي بياسين. عملتوا ايه السنه دي في الدوري؟ هو احنا في اول يعني في الدور الاول الكابتن ما كانش لسه خد علينا قوي. فتعادلنا يعني خسرنا ماتشين يعني والانتاج وتعادلنا ماتش. والدور الثاني اتعادلنا ماتش وخسرنا ماتش يعني. لكن السنه اللي فاتت اصلا ما خسرناش ولا ماتش، اتعادلنا ماتش واحد عشان لعبنا ماتشين. اول سنتين لعبنا دوري خدناه. اول سنتين لعبتوا دوري خدتوه. بس يمكن انتوا مثلا السنه دي الفرق الثانيه بقت احسن شويه يا محمد؟ هي اتحسنت مع المدربين يعني كده. يعني اللعيبه الجداد اللي دخلت السنه دي انبي الدور الثاني. كنتوا بتلعبوهم هناك ولا في؟ لا في ملعب المولين. في ملعب المولين في المهرجان. اه. بتلعبوا الصبح انتوا صح؟ اه 9 ونص. وبتبقوا جاهزين بقى وبتعرفوا تناموا؟ اه طبعا بننام يعني بدري. خدنا 8 محذرين. مين فيكم بيقعد يلعب بلاي ستيشن لغايه الصبح؟ لا الصبح لا. الصبح. لغايه امتى؟ يعني مثلا ممكن دلوقتي اول ما نصحى دلوقتي لحد 10 مثلا. دلوقتي لحد 10؟ لكن في المدارس لحد 8 اخر، ما بلعبش بلاي ستيشن في المدارس اصلا. هو بيبقى متشال هو الموبايل ما بنعرفش نعمل حاجه. طيب احنا عامه هنشوف عندنا تقرير مع اسر محمد وياسين، نطلع نشوف قالوا ايه ونرجع نكمل معاك. لما بلاقي مستوى كويس ببقى فرحانه طبعا. لما مثلا بيجي عليه وقت ما بلاقوش بيلعب
يعني مثلا كده مش واخد حقه، فبحس ان هو مظلوم فبتضايق طبعا، وبتبقى حاله نفسيه يعني صعبه، يعني بتبقى صعب. بس اتعلمت بقى وتعودت. شهاب ومحمد بدات عليهم الهوايه من صغرهم، بس كنا دايما بنقول لهم التعليم الاول وبعدين الايه الهوايه بتاعتكم. هم مطيعين وبيسمعوا الكلام ومتفوقين، يعني برضو مش هقول مثلا ان احنا جينا على حساب حاجه يعني. فلما بنلاقي ان هم في التعليم مش مقصرين فبنكمل يعني معاهم ايه ممارسه هوايتهم، فما بتجيش حاجه على حساب حاجه. فالحمد لله يعني ان هم ماشيين في الطريق، يعني الطريق حلو. لما لقينا عنده الموهبه يعني بدا هو ينميها مع باباه ومع شهاب برضو. يعني بس تحس ان محمد يعني بيميل للعب اكتر، يعني تحس ان هو يعني عايز يدي كل طاقته للعب وللنادي، بس احنا بنحاول ان هو يعني ما فيش حاجه تيجي على حساب حاجه. فرحت طبعا اول ما عرفت بابا قال لي، وقلت الحمد لله ان ربنا يكرمه ان شاء الله يعني ويكون احسن برضه ويمثل مصر يعني تمثيل كويس ومشرف. محمد اخويا يمكن اول واحد كنت دايما انا ووالدي بقول له لا اهتم بيه، لازم اللي عملته معاه تعمله معاه طالما هو عنده الموهبه. فيمكن في الاول والدي كان رافض، يعني قال كان بيقول لي دايما يقول لي لسه هنعيد اللي عملته، قلت له لا لازم تكمل معاه ولازم تسنده، لحد ما ربنا كرمه وبقى موجود في النادي الاهلي. فاتمنى له طبعا ان هو يبقى حاجه كويسه ويحافظ على نفسه، ان هو يختاروه هو بس من سنه او عايزين فرود في مصر هو من 2006. لا دي حاجه طبعا يعني هو لازم يفخر بيها، لازم يعني الموضوع ده لازم يديله دفعه قويه جدا لقدام، لازم يبقى لا يبقى لازم فكره يتغير، لازم يبقى هو عارف يبقى عايز ايه من صغره. لان اللعيب وهو صغير دايما بيأسس نفسه على حاجات بتفضل معاه كتير، يعني بيفضل معاه لحد ما يبطل كوره، بيبقى عارف هو بيعمل ايه، بيبقى حاطط هدف من هو صغير يبقى نفسه يبقى ايه. فلازم يبقى الموضوع ده يبقى هدف ليه ان هو بعد كده ربنا يكرمه يفكر في الاحتراف، يفكر ربنا كرمه طلع مع فريق اول بعد سنين، يعني ربنا يكرمه ويبعد عنه الاصابات طبعا ويبعد عنه اي حاجه عشان لازم يبقى الحاجات دي كلها قدامه ويبقى عارف هو بالظبط هو عايز ايه، ده اللي هيفرق معاه جدا. يعني طبعا حاجة أنا مبسوط جدا بحاجة زي كده، قد إيه فخور بياسين إن هو تم اختياره إن هو يمثل النادي الأهلي ويمثل مصر في دورة زي دي. طبعا إحنا موجودين في النادي الأهلي والدورة دي كانت حصلت السنة اللي فاتت وتم اختيار لاعب من عندنا من النادي الأهلي مواليد 2005، فإحنا كنا متوقعين طبعا إن حاجة زي كده هتحصل كل سنة، بس أنا طبعا فوجئت إن هم اختاروا ياسين واختاروا محمد أحمد معاه في الاختيار دوت. طبعا أكيد إدارة النادي الأهلي حريصة جدا على إنها تكون اختيارها موفق كالعادة، يعني أكيد النادي الأهلي اختار على أحسن، اختاروا باهتمام واختاروا طبعا أخدوا في اعتبارهم كل اللي حضرتك تكلم فيه ده طبعا بكل تأكيد. طبعا في الأول نفسي أشوفه في النادي الأهلي، ده طموحي الأول، النادي بتاعنا النادي الأهلي، النادي العظيم، النادي العريق، نادي المبادئ. نفسي أشوفه الأول، إن هو يعني لسه الفرص قدامه كتير ولازم يبذل مجهود أكتر من كده، هو لسه مطالب بحاجات كتير جدا علشان نوصل للفريق الأول في النادي الأهلي، ده طموحي الأول اللي نفسي أحققه. وبعد كده أكيد بقى إن هو يوصل لمنتخب مصر، تم اختياره في منتخب مصر، بعد كده بقى نبتدي نفكر في موضوع خارج مصر. اكيد فرحت جدا وكلنا انبسطنا قوي، بس طبعا انا كأم بقى بفكر في حاجه ثانيه خالص، ان هو هيبعد عني فهو ده اللي شاغلني طبعا اغلب الوقت، بس ان شاء الله ربنا يجيبه بالسلامه ويكتسب خبره هناك وحاجه كويسه ليه اكيد والمستقبل. كلنا واحنا صغيرين عارفين قيمه النادي الاهلي بجد، كلنا اهلاويه من واحنا صغيرين بجد، فهو طلع ما بين احنا كلنا اهلاويه، مفيش مجال اصلا غير ان هو يبقى اهلاوي، بس هو فعلا بيحب النادي الاهلي فعلا جدا وكلنا طبعا. فانا نفسي طبعا يبقى
يعني أكبر لاعب في الدنيا، ويعني هو كمان مثل أعلى محمد صلاح، هو بيحبه جدا سواء على المستوى المهاري أو الخلقي أو أي حاجة، هو بيحبه جدا. بس كمان نفسي برضه في الناحية العلمية إن هو إن شاء الله يطلع حاجة كويس، يعني بلاس الكورة، مش الكورة بس، إن شاء الله يعني. اهلا بكم من جديد مشاهدينا. كلام مهم جدا من اولياء الامور طبعا لنجومنا الصاعدين اللي هيسافروا ان شاء الله يمثلوا مصر في هذه البطوله. ابتدي بيك يا محمد، انت عارف نظام البطوله عباره عن ايه، يعني هتشارك انت كراس حربه كمهاجم مع فرقه اخرى، يعني انت حسيت بايه لما تم اختيارك؟ طبعا انا فرحت ان انا هروح امثل مصر ونادي القرن نادي الاهلي امثله، وان شاء الله امثله بصوره حلوه يعني وكده، ويقولوا ان مصر بتطلع ناشئين حلوه والنادي الاهلي. طيب انت كان في دماغك وانت بتلعب في بطوله الدوري ان ممكن يتم اختيارك او يختاروك لانك تلعب مع النادي الاهلي او تمثل مصر في حاجه زي دي؟ هو من اجتهادي اللي انا كنت حاسس يعني ان انا ممكن اسافر انا وزميلي يعني ياسين وكده، فالحمد لله طلعت دكتور عمرو ابو المجدي وكابتن محمود صالح وكابتن تامر حفني وكابتن ناصر محمدين، هم اللي رشحوني يعني وكده اللي انا اسافر عشان امثل مصر هناك ومثل النادي الاهلي. كلموا يعني والدتك والدك الاول ولا كلموك انت؟ لا هم كلموا والدي، مش والدتي. كلموا والدك الاول وبعد كده بقى بلغوك. انت حسيت بايه ساعتها؟ تسافر بقى وهتشوف بقى كاس العالم وتشوف نيمار وتشوف الناس دي كلها. انا فرحت طبعا ان انا احضر كاس العالم هناك، يعني احنا هنحضره السنه دي، لكن ان شاء الله لما نكبر انا وياسين يعني وكده نلعب في كاس العالم يعني. حاطط في دماغك انك تلعب فيه في يوم من الايام؟ دي حاجه جميله جدا. ياسين انت هتشارك بدور مختلف، بدور صعب انك تبقى اعلامي بتغطي بتشوف كل اللي بيحصل بتعرف كل اللي حواليك، هل بالنسبة لك كان شيء صعب ولا انت بتحب كده؟ هو مش صعب قوي يعني عشان انا بتكلم انجليش كويس وانا بحب الصحافة وبحب اقرا كتير. انت عندك فيسبوك؟ طبعا. بقالك قد ايه بتستخدم؟ اربع سنين. يعني انت بتستخدم فيسبوك وانت لسه 7 سنين 8 سنين؟ طيب هل من دخولك على الفيسبوك ابتديت تحس انك بتشوف العالم؟ انا عندي صحاب كتير من بلاد تانية. بتتواصل معاهم؟ وبنلعب مع بعض اونلاين كمان. بتلعبوا ايه بقى؟ اوعى تكون الفيل الازرق. لا بتلعبوا ايه؟ فيفا بقى وكده؟ فورتنايت. انا مش عارفها بس انا ما اعرف فيفا صراحه. بعرف انا فيفا 18 وفورتنايت كوره بقى، نبقى اخرنا كوره بقى. في لعبه تانية كده اسمها كول اوف ديوتي. انت لعيب شكلك جامد جدا. طيب يعني ايه بقى المواقع اللي انت بتحب تقرا فيها بقى الاخبار العالميه؟ زي ايه يعني؟ انت بتجيب مثلا اخبار برشلونه منين؟ بتجيب اخبار ريال مدريد منين؟ انا بتفرج انت وعلى الفيل جول. على فيل جول يعني بتشوف المواقع وبتتابع كل اخبار الفرق الكبيره دي. طب وانت مسافر هناك لما بلغت ان انت هتسافر كان احساسك ايه؟ انا قعدت احسب انا هلحق اشوف كاس العالم ولا لا. ده اول حاجه فكرت فيها. اول حاجه انت ولا فرق معاك كتير، المهم اشوف كاس العالم. ده كان حلم طبعا من احلامك. انا ما كنتش عمري اتخيل ان اتفرج على كاس العالم، بس كنت يعني حاطط طموح ان انا العب ان شاء الله في كاس العالم. انت كنت متوقع ان احنا نوصل كاس العالم يا سيدي؟ لا بصراحه ما كنتش متوقعها اصلا. يعني كنت بتشوفنا ناخد كاس الامم بتبقى حاسس ان احنا هنبقى كويسين صح؟ ولما طلعنا كاس العالم حسيت بايه؟ لا انا فرحت جدا ونزلنا الشارع وحسيت ان يعني عملنا انجاز. كنت واثق ان صلاح هيجيب جول؟ ضربه الجزاء؟ والجول الاولاني؟ اول ما جاب الجول الاولاني انا حسيت ان احنا قريبين. واول ما جاب هو الجول الثاني حسيت برضو لما صلاح يعني شد كده حسيت ان احنا هيجيبوه. انت عارف ان انا يعني اللحظه دي ما شفتهاش من سنه 90 لحد دلوقتي، ما كنتش شفتها يعني حتى لدرجه ان انا نسيت ان ايه كاس العالم ده. يعني احنا بقى نشارك واجواء
يعني على ايام 90 مثلا انا كنت في يعني برضه طفل صغير كده وبنسمع بقى عن ماركو فان باستن، لعيبه بقى تقال قوي، لاعب رود خولييت ولاعب جاري لينكر في انجلترا، بعدين فجاه لقيت ان احنا بنلعبهم كنا احسن منهم كمان. وسامح كابتن حسام حسن جاب بقى ضربه جزاء، وكابتن مجدي عبد الغني جاب جون ولحد دلوقتي مطلع عينينا. صلاح ان شاء الله هيجيب جون انت عايز صلاح يجيب جون عشان كابتن مجدي عبد الغني؟ انت كمان محمد؟ عايز صلاح يجيب جون؟ ايوه. انت بتقعد كده في الفصل مالك مؤدب كده ليه؟ ولا عشان بابا وماما بيتفرجوا؟ لا لا والله. طب محمد حاسس ان انت ممكن بطولة كاس العالم، البطولة الصغيرة اللي انت رايحها هي كاس العالم مصغرة اف فور اف، اف فور اف، حاسس انها هتفرق معاك في 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 مشوارك؟ طبعا هتفرق معايا، لان انا هعرف اصدقاء من دول مختلفة، ولما دول يبقوا لعيبة كبار نقول اللي احنا لعبنا معاهم. واثق ان انت هتكسبهم يعني ولا؟ واثق. ولا لسه مش قوي؟ لا واثق. يعني هتنزل تكسر الدنيا؟ واثق من الفوز. هيبقى واثق من الفوز يعني، هتروح تقول لهم مصري زي محمد صلاح كده ان شاء الله، وتقال عليك بقى ده المصري اللي كسر الدنيا ان شاء الله باذن الله. باذن الله. شاب ياسين نفس القصه، انت هتروح برضو هيبقى في ناس كتير برضو من دول تانية كلهم بيتكلموا انجلش، كلهم بيتكلم عندهم فيسبوك، كلهم بيخشوا على المواقع، ايه بقى اللي هيفرقك عنهم؟ انت عارف في دماغك ايه يعني هتكسبهم ازاي؟ عادي، هو بتكلم انجلش كويس. هتتابع يعني كل الاخبار بتاعتهم؟ هاخد الفيسبوك بتاعهم والانستجرام كله. عامة احنا هنغششك بعد الحلقة تعمل ايه؟ هتعمل حاجات كتير كده، هنديك كده ماشي. عارف البرشام بتاع الامتحان؟ نديك حاجة. لا بس انا مش بتاع الحاجات دي. بتاع حاجات اكيد مش على التلفزيون هتقول انا بتاع الحاجات دي. ممكن شهاب. فمغششك بس انت برضو عارف ان انت هتقابل ناس برضو عيال كده حلوه واذكيه وبيعرفوا يستخدموا السوشيال ميديا. المصريين اذكياء برضو، ما بنفرقش معانا احنا الحاجات دي. احنا اذكى منهم واحنا صغيرين بنبقى اذكى منهم، واحنا كبار انا اذكى منهم. طيب برضو عايز اعرف منك يا محمد اخر حاجه تقولها بقى للناس وانت طالع تسافر، توعد بقى الجمهور بايه وتقول ايه وبابا وماما؟ اوعدهم اللي انا هشرفهم هناك وهعمل حاجة كويسة يعني يتكلموا عليها هناك ويقولوا مصر دي بلد يعني كبيرة وبتطلع ناس كويسة يعني من النوادي بتاعتها. وطبعا كل الفضل ده يرجع للكباتن اللي في النادي. طبعا بقول لبابايا ومامتي يعني هما كانوا بيوفروا لي الراحة وكده، وبابايا يعني تعبان معايا في الرايحة والجاية يوديني النادي ويجيبني يعني، وطبعا المدرسه وكده. فبوعدهم بحاجات كتير يعني هعملها هناك ان شاء الله، واكون شرف مصر بطريقه كويسه باذن الله. تكسر الدنيا كلها يا محمد ياسين نفس القصه. توعد بقى الناس بايه انك تتفوق في مهمتك في البطوله دي؟ ان شاء الله. بتقول ايه بقى لبابا وماما؟ بقول لهم بحبهم قوي طبعا عشان ليهم الفضل عليا في كل ده. حاسس ان هم بيقفوا معاك في التمرين والكلام ده؟ وجدي برضه نفس القصه؟ بيبقى متابع انت عملت ايه في التمرين؟ بس الله يرحمه. وخالي برضه نفس القصة؟ وماما بقى بتقعد معاك على المذاكرة طبعا؟ حتى في التاريخ وفي الكورة برضه. وبابايا بيذاكر لي الحاجات اللي ما بعرفهاش، ومامتي ساعات لما بابا بيبقى في الشغل ماما هي اللي بتذاكر لي. ان شاء الله تكسروا الدنيا كلها. طبعا في النهاية بشكر نجوم الصاعدين محمد احمد وايه ياسين احمد العزبي اللي هيشرفونا في بطولة روسيا الودية. هطلع فاصل مشاهدينا واستقبل كابتن احمد عبد الظاهر المدرب العام لفريق 97 في النادي الاهلي، وايضا نجوم الفريق. اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حديث.